أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا، ألا يعتبر هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما رأى؟ من قال أنه خاصا بالنبي؟ الأصل التشريع، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. إيش يقول؟ يقول: سلمك الله، ألا يعتبر هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رأى رجلا يشرب واقفا فقال: قد شرب معك الشيطان؟ لا، ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لبيان الجواز. الرسول إذا نهى عن شيء ثم فعله هذا دليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأجل أن يبين للناس أن هذا ليس محرماً. نعم.